الاتحاد الدولي لكرة السلة أعلن بشكل رسمي عن مجموعتين المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكرة السلة 2023، وده بعد انتهاء المرحلة الثانية من التصفيات اللي اتلعبت على صالة برج العرب. منتخب مصر بيتواجد في مجموعة بتضم كل من جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال والكاميرون. هيتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من ما بين المجموعتين، يعني هياخدوا أحسن ثالث من المجموعتين مش ثالث في كل مجموعة يعني. وهتصدر جنوب السودان المجموعة برصيد تصدر يعني برصيد 12 نقطة، ومنتخب مصر جه في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بعد كده منتخب تونس والكونغو الديمقراطية في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط، والسنغال في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والكاميرون في المركز السادس برصيد 7 نقاط. المواعيد هتكون كالتالي: الجمعة 26 أغسطس 2022 مصر مع تونس، السبت 27 أغسطس 2022 مصر مع الكاميرون، الحد 28 أغسطس 2022 مصر مع جنوب السودان، الجمعة 24 فبراير 2023 مصر مع تونس، السبت 25 فبراير 2023 مصر مع الكاميرون، الحد 26 فبراير 2023 مصر مع جنوب السودان. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة السلة في كل ما هو قادم، وإن شاء الله يكونوا متواجدين في كأس العالم ويقدروا ان هم يعني يكونوا وسط الكبار ويقدروا يفرحونا. مش يعني نفسنا مبدئيا وبنقول نمشي ستيب باي ستيب ونبقى موجودين في كأس العالم وكل الكلام ده، ولكن كمان نفسنا ان احنا نكون موجودين في الكبار خطوة خطوة، والموضوع مش بيجي بسهولة، لكن عايزين نحس بس ان احنا ماشيين مبدئيا على الطريق الصحيح. أما عن منتخب مصر الأول لكرة اليد اللي تأهل لمواجهة منتخب إسبانيا في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد فوز منتخبنا الوطني النهاردة على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي اللي اتلعبت النهاردة. إن شاء الله منتخبنا يقدر يحقق الميدالية الذهب لدورة الألعاب البحر المتوسط للمرة الثانية بعد ما فاز بيها في دورة مارسين 2013 أو 2013. منتخب اليد طبعا قدر أنه يفوز النهاردة على مقدونيا اللي هو واحد من المنتخبات على فكرة المنتخبات الثقيلة، يعني حتى مدربه النهاردة لازاروف واحد من نجوم منتخب مقدونيا. الناس دي كانوا دايما دايما يعني موجودين وسط الثمانية الكبار، وفي أوقات كتيرة جدا كانوا بيبقوا موجودين في المربع الذهبي. منتخب تقيل مش منتخب عادي، ممكن يكون بيمر مرحلة إحلال وتجديد وكل الكلام ده، لكن فعلا هي مدرسة قوية، مدرسة تقيلة، أنت ما بتلعبش أي حد. فطبعا النهاردة ولادنا قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 16-10، وقدروا أنهم يعلوا مع آخر تقريبا 5 أو 10 دقايق في الشوط الأول ويعلوا السكور، وده خلى الدنيا تبقى أحسن، وكان في تألق من جميع اللاعبين خاصة محمد سند وأحمد الأحمر وقداح أكرم يسري سيف كريم هنداوي في الآخر الطيار في بعض الأوقات، يعني كلهم كلهم بجد النهاردة كانوا رجالة وعلى أعلى مستوى بالتأكيد، وبكار كمان وطبعا كلهم يعني عشان بس ما نقولش اسماء واسماء تانية. وخيري خيري النهارده كان هايل يعني. فقدروا ان هم ينهوا المباراه بفارق 14 هدف، وده حاجه محترمه. يعني ممكن يلعب على قد المباراه، ممكن يقول لك يعني خلاص اريحنا، لا بيلعبوا لاخر ثانيه بمنتهى الجديه وبيحافظوا على سكوره. مفيش يعني حتى لما في كان في كور بتضيع مثلا من الوينجات او من الباكات او ضربات جزاء ما بتحسش ان فيها استهتار، الناس بتعمل اللي عليها، ولكن خلاص هو يعني خلاص ده التوفيق بقى يعني. فلكن بجد هم منتخب رجاله كالعاده، وان شاء الله المباراه النهائيه هتتلعب يوم الاربع اللي جاي باذن الله الساعه 5:30 على الصالة الرئيسية للمركز الأولمبي في وهران مع منتخب إسبانيا اللي فاز النهاردة على صربيا في نص النهائي بنتيجة 42-38. النتيجة دي تقول لك إنك يعني
واكيد باراندو هياخد باله من القصه دي، انه لا انت يعني الدنيا مش اصعب حاجه دفاعيا في منتخب اسبانيا. كلنا عارفين ان اسبانيا من المدارس الثقيله جدا 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 في الهاندبول، وخاصه على المستوى الدفاعي كمان دفاعهم ثقيل يعني. ففكره ان النهارده جه فيهم 38 هدف يقول لك ان الدنيا يعني ان شاء الله خير، الدنيا ان شاء الله هتبقى في مجال انك يبقى في اختراقات، في لعب على الوينجات باذن الله. منتخبنا يقدر يستغل كل الثغرات الدفاعيه ويقدر انه يفوز بالمباراه. وطبعا بعد انتهاء مباريات الترتيب لكره اليد، حصل منتخب تونس على المركز الخامس، الجزائر المركز السادس، ايطاليا المركز السابع، وتركيا المركز الثامن، اليونان جت في المركز التاسع، سلوفينيا في المركز العاشر. طبعا سلوفينيا كان عندهم مشكله شويه ان كان عندهم حالات كورونا فما لعبوش الماتشات يعني. لكن سلوفينيا طبعا من المنتخبات الثقيله جدا، كلنا فاكرين ماتشنا معاهم هنا في كاس العالم وقد ايه كان صعب جدا جدا، لان المدرسه السلوفينيه من المدارس زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه الرخمه، اللي هو بتجيب فيهم الجون بالعافيه، عاملين زي الدنمارك كده، من المدارس اللي هي الجون بيجي فيهم بطلوع الروح. فطبعا هم كان عندهم حالات كورونا فما لعبوش الماتشات بتاعتهم. اما عن مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطايره، هيحسم ملف المدير الفني لمنتخب مصر الاول خلال الساعات اللي جايه، استعدادا لبطوله العالم اللي هتتلعب الشهر الجاي في بولندا وسلوفينيا. زي ما عارفين اتحاد الكره الطايره كان اسند الاداره الفنيه للمنتخب في منافسات دوره العاب البحر المتوسط للكابتن حسن الحصري، خلفا للهولندي جيدو فورملن اللي تم فسخ التعاقد معاه بالتراضي قبل السفر للمغرب بساعات قليلة. المجلس بيسابق الزمن طبعا لحسم امر المدير الفني، سواء باستقدام مدير فني اجنبي جديد او تكليف كابتن حسن الحصري بالاستمرار على راس الجهاز الفني للمنتخب، خصوصا وان المنتخب لعب ماتشات مقبوله في دوره العاب البحر المتوسط في ظل الامكانيات يعني والغيابات اللي كانت موجوده في الفريق. بنتمنى الموضوع يتم سريعا وان المنتخب الطايره يخرج من سلسله الازمات اللي بيتحط دايما فيها في الفترة الأخيرة، ويكون في استقرار كامل الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني مصدقنا إنه بقى في اتحاد منتخب بيعيش استقرار، عامل دوري كويس بنظام كويس، الدنيا زي الفل، الماتشات بقت مذاعة، بقينا حاسين شوية إن الفولي فيها استقرار. جه موضوع الجهاز الفني، لا ما إحنا عايزين يعني الدنيا الاستقرار يتحقق في اقرب وقت ممكن، سواء البقاء على كابتن حسن الحصري او استقدام مدير فني اجنبي. عايزين بجد يعني ما فيش حاجه ترجع الفولي تاني، الفولي يعني رجع سنين كتيره قوي لورا قوي بسبب اللجان والمشاكل اللي كانت بتحصل، واللجان المؤقته بقى لنا يعني من 2015 ما خدناش بطوله افريقيه. فعايزين ان الدنيا، لا عايزين نشوف استقرار بقى والدنيا تتحسن. ما صدقنا زي ما بقول ان في مجلس منتخب، لا نظام الدوري بقى احسن شويه، لا الماتشات بقت مذاعه، لا بقى فيه اهتمام، لا. فمش عايزين نرجع تاني لورا، ما صدقنا طلعنا خطوه لقدام، علشان بجد عايزين نشوف منتخب طايره زي منتخب الهاندبول اللي بنتمنى لهم كل التوفيق في النهائي دوره العاب البحر المتوسط يوم الاربعاء ان شاء الله، وان شاء الله يفوزوا بالبطوله الافريقيه، ودايما صناع السعاده ودايما بيفرحون. ليه ما يبقاش الفولي كمان والباسكت؟ ليه؟ عايزين كل الالعاب الجماعيه ان شاء الله يقدروا ان هم يرفعوا راسنا ويرفعوا علم مصر في كل المحافل القاريه والعالميه والاولمبيات، ويتواجدوا في الاولمبيات. يعني اصل فكره انك تمشي الطريق ده هو مش طريق سهل، ان انا النهارده ابدا ارجع تاني لعرش افريقيا، بعد ما ارجع لعرش افريقيا فيبقى تمام مشيت اول خطوه في الطريق الصحيح، وبعدين ابدا في بطولات العالم ابدا ابقى موجود على الاقل في البدايه وسط الثمانيه الكبار، بعد كده ادخل مربع الذهبي، بعد كده ابدا احقق حاجه في الاولمبياد، اروح اصلا الاولمبياد وبعدين ابدا احقق حاجه في الاولمبياد. الموضوع بياخد سنين على فكره، مش فجاه هتلاقي نفسك في الاولمبياد اللي جايه، وفجاه هتلاقي نفسك في المربع الذهبي في كاس العالم، وفجاه هتلاقي نفسك تاخد البطوله الافريقيه. لا المهمه مش سهله قوي كده يعني، ده بتاخد سنين واحنا لسه في مرحله الاحلال والتجديد، فمحتاجين شويه، محتاجين نمشي بسرعه شويه علشان الوقت ما بدل ما يبقوا سنتين، بدل ما يبقوا مثلا 5 سنين يبقوا 2، بدل ما يبقوا 7 سنين يبقوا 3. يعني عايزين كل ما هنسرع في خطواتنا وفي ان يبقى في استقرار ومدير فني وكل الكلام ده، كل ما الدنيا هتبقى اسرع في ان احنا نروح في طريقنا للطريق الصحيح باذن الله.